بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن ما تسكلي أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إلى أن ما علينا هنا إن السيئي كان يسكن إن السورة قليئي إن نسوغن بعدنا مساجد كان أبو بكر الصديق سيك ستريت إنه قدون إن شاء الله تعالى وجدد إنه تهي إنه كفايديسنو وحكا دغيسنو مشايخ دا إيا علماء دا سيارة دا إنه ويميت إنه صوب وقضي بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحانو مهد علينا مشايخ دا إيا علماء دا إنه لنشوكتا إنه قيمي الدبادة مالمهن إنه لنشوكي وحيالا بدن مجتمع أوفا إذي إلى ميزان كحسنة كهو سارو عاونا إن هور فريا الشيخ القاري المقري عبد الرشيد الشعر الصوفي وأنا الذين تعريفين إنين أنا ملاينا يوم إسيكي كيلي ما حتى قيس أهان سمارده هنا آد ودرك سنتهي سجيو به شعر الصوفي إلهي تبارك وتعالى قبره هو السعيو هنغن حريستو ورمتي سحوض القرآن كسوماليا كهنا قادي أصروه شعر الشيد التعريف انتا كبدا كبهن ما يوقف لانتا إن شاء الله تعالى وليقنا وحكوهيقا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل ومبيدك تيد الفردية أستغنى أمالين مايو إنان أباهنتين عنين تعريف فيه وأضي وأنا رلي يرو وعندنا أضي رلي يرضى عوانا أنا أقول لك حسي بركي ساك مركع السوق ترسلني محوة هاي وانو يرى جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إلهي يغفر لك صبرك يا دور بدن بقوله يا رتي دعوته. وحا إيغا فريا دنكن بدحدا فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد ويساقونا سيد وكالي ونكا علماء الصومالي ذا أبو سعد بدن ابن بطوطة العلماء اللي ناخذ أبوها لغم عاوة ولا قارضه ميروسا مريم ويرتهي ميرو صوحك أساسي نويرته وراكيس تقرباه كيالا انت بدن وحو كولي هاي دور يكالين إلهي ميزانك حسنتك ساقن هاو سارو وحا ننكا كسيحيقا معالي الدكتور علي محمد صالح وصالح دكتورة دي سيكيل جيبا اسكال انت ماشي فريدا انت كلمة مشايخ دكتور محمد علي صالح وصاحب كي جامعة الإسلامية بسكسو قارني ويقه الرئي هذا مودي سعني ويقه الرئي جامعة نوع يقه الرئي عمر الله وصل يقه الرئي واسكو قارني لك كدبنا ماليزي يميلا بضم بوصو مري هذا وحكودا بنوروي مركز كتوفيق مقالة أوسلو و الشيخ مصطفى و الشيخ عمر فاروق الله نحرسته يا أساسه أيو الشيخ في سيه هاي إمام كي سنة هاي تتركوا يسوون سيدوك عليه إلى خير هسيو وعلماء الصومالية دعوهم سي لذلك بدن ومدى كوبيحي يدعو ده ورقا يدين هرفا دي وقواس عوا نصيبا ويا لنا إنا السكون ما عندنا هلكن وهم هذا علينا علماء وحلينا السود وهذا سودوين وحايدين كفلا
in maanta masaajidkii meel lagu kala tukado la leeyahay. Dadkaas waxaan rajaynayaa dad idin jecel weeye, jecel inay idinka faa'iidaystaan, dalka ku soo dhowaada, dadkiinana ku soo dhowaada, gaar ahaanna masjid Abubakar Sidiiq ku soo dhowaada. Jazakumullahu khayran. Waxaa mudan inaan u mahadceliyo mu'assada Ansaar Sunna oo culimmada keentay oo saddexdii beri ee tagtay mu'tamarka u qabatay bulshada Soomaaliyeed, culimmadu ka faa'iidaysteen. Iyagana waxaan leenahay khayr Allah idin siiyo. Jeneraalka Jeneraal Cabdirasaaq miyuu ah mise mar waa ka hooseeyay? General Chir miyuu ah? Isagana khayr Allah siiyo mu'assada dadaalkay bixisay, mu'tamarkii ballaarnaa ay qabatay. Aad baan uga mahadcelinaynaa iyo culimmada keenitaankooda iyo khadamaadkii adeega ay u hayso. Iyagana waa mahadsan yihiin. Jazakumullahu khayran. Annaga saddexdan beri waa idinka maqnayn oo mu'tamarku socday. Waxaan ku xaraysnayn Jaamacatul Umma kamboonkeeda ku yaalla Kejado, anii iyo Sheekh Shible iyo Doctor Aadan iyo waxaan ku jirnay mu'tamar lagaga hadlayay tacliinta Islaamiga ee dalka Kenya, sidii loo horumari lahaa, looga bedeli lahaa. Oo aan isu keenay ilaa 200 oo mudiiro iyo asaatido iyo professoro ah dowlado badan oo 12 dowladood oo Afrikaan ah. Waxaa ka yimid professoraha ka yimid halkan Kenya, dakaatiiro badan iyo professoro badan baa ka qayb galay barnaamijkaasi. Aan marka ku maqnayn, nataa'ij fiican baa ka soo baxday, alxamdulilah. Waxaa muddo shan bilood oo tagtay baa la diyaarinay oo Jaamacatu Umma, Jaamacatu Raaf, Jaamacatu Mustaqbal oo Gaarisa ku taalla, Raafna Sheekh Xaashaa Cismaan baa oday ka ah, khayr Allah siiyo. Munadamadeena mu'assadeena Ixsaan iyo Kuliyat Daraasaat Alislaamiya fi Mambasa iyo sidoo kaleeto Aljamciya Alkhayriya Lilmuslimiin Kenya, shanta jiho ayaa iska kaashaday barnaamijkaas, mu'tamarkaas saddexda beri socday iyo najixintiisa. Alxamdulilah, si fiican buu kusoo dhammaaday. Xalay baan ka soo horyeelnay, jaanis baan marka u helay culimmadii oon tegin inaan soo gaadhno. Ilaahay idin barakeeyo. Jazakumullahu khayran. Intaasi wa hordhac. Waxaan jeclahay culimmada mawduucii aynu u ballaminay waxaa wadaagi doonaa mawduuca afarta sheekh, aniguna xidhiidhiyan ka ah insha allahu tacaala hadalkaa u qaybinaya. Garsooran u ah muxuu ahaayo waan muxuu ahay soo celcelinaya, laakiin iyaga caawa iska leh marti inoo ah, iyaga hadalka iska leh. Mawduuca ay culimmadu wadaagi doonaan waxa weeye masaa'il min fiqhi alaqaliyaat almuslima, masaa'il ka mid ah muslimiinta ku nool meel lagaga badan yahay oo ummadaha kale kaga badan yihiin, masaa'il u baahan inay wax ka gartaan, inay fahmaan, oo mucaamalaadka ku saabsan dadka ay la nool yihiin ee gaalada ah ama aan muslimka ahayn sidii loola mucaamalo lahaa. Maxaa bannaan, maxaa bannaanay, waa masale si gooni inoo khusaysa. Haddaynu nahay muslimiinta Kenya ku nool, maxaa yeelay waxaan ku nool ku dhex noollahay ama la noollahay ama wada noollahay dad aan muslim ahayn oo inaga tiro badan. Sidee baan marka diinteennina ku haysanaa dalka aan la noollahay iyo dadkaan la noollahayna ula noolaanaa? Masaa'il ku saabsan oo aada munaasib u ah bay culimmadu wadaagi doonaan insha allahu tacaala. Diinteennu waa diin mar walba waaqica la socota, kullu waaqicin wax ku dhistaa. Waaqiciyadeeda waxaa ka mid a fiqigeeda wuxuu u qaybsamaa fiqhu marxalati alquwa iyo fiqhu marxalati dacf. Markay muslimiintu xoog badan yihiin masaa'il bay leedahay, markay muslimiintu xoog yar yihiin, tabar yar yihiin ama meelo ay ku tabar yar yihiin joogaanna, markaasi masaa'isha qaarkood waxbaa iska bedela. Fiqigaasi hadduu inaga hoos baxana marar fara badan khalad baynu ku dhacayna, tasarufaad aan munaasib ahayn ayaynu ku dhacaynaa oo dhib inoo geysanaya. Marka mawduucaas qodobo ka mid a bay culimmadu wadaagi doonaan.
أفر محور أما أفر قدر أيان علماء كلاسين دونا قدر كبار وحيس كله فضيلة القاري المقري الشيخ عبد الرشيد وقال لي دونا إن شاء الله تعالى اعتزاز المسلم بدينه روح مسلم كا إنه دين تيسا مركو هيستو دريمو إنه شرف كلي وعزي شرف دريمو وحاكو إيقا ما دام يلوسو رويهين عيده كريسمس كا في سنة كي عصبا عيدها تدك عن مسلمين تأهين عيده هو ده مسلم كم حكى آدم محوك قيب قيل كرام مسلم قيب قيل كريم حابنان حابنانين قطب كان وحق آدم دونا دكتور علي محمد صالح أي قادم دونا إن شاء الله تعالى وححيقي دونا قطب كأفراد صدحات وأح درس كمسلم كا درس كوحدي لأن مسلم كاهي ما دام اللي هو ذا دقين وقال لي مسلم ضل كان لقوة النولي درس كأن مسلم كاهي حقوق دي سمحيت الشيخ مصطفى حاج اسماعيل أي قطب كان قادم دونا إن شاء الله تعالى قطب كودن بيا يا محور كودن بيا أنا وحي يلن دونا فضيلة الشيخ محمد إدريس ووحو قادم دونا محور كحكم التعايش مع غير المسلمين في إطار المصالح المشتركة تدكو هدي ودن نولي إيهين قال يا مسلم وحاج شرة مصالح كشقيس كالأحيس مصالح ذا كالأحيس سيدي بي سيدي كاشن كان ما سبنا أنت هاي ضد أن مسلم هاي أنت مصلحة كالا أحيس إن المصلحة ذا إسكا كاشتان مصالح سما إذا كان أحيان كان سيدي وقال يا مسلم مصالح ما كان أحيان كان قلب كان أوحى بسلين دون إن شاء الله تعالى الشيخ محمد إدريس وحن دوري هنا كسر دوية مركب قدرك أوه الرية محور أوه الرية فضيلة الشيخ القاري المقري عبد الرشيد الشيخ علي الصوفي اعتزاز المسلم بدينه فليتفضل مشكورا مأجورا وقتي مفتوح ما شاء الله ها وقتي وقوي خير الله بسي وحسوسي وقتي وحوي مادام وقت يقولوا كوبي هي 18 دقيقة هذا القاري هم بيسان ويدي دعينا بارك الله فيك اي قال هذا دو ضافي دونا اي داي ما شاء الله بسم الله بسم الله مضحك شورتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك سيدي جزاكم الله كورنا تومن كذا ده هذا قرآن ولدينا خير تومن فيها مركب مشايخ ذو هدين فسيرة قرآن كيو شرايكم ما شاء الله ما شاء الله اللهم زيد محبة وشرفا وكرما الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وإمام المسلمين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وارض اللهم بخاصة الأئمة الخلفاء وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء أئمتنا وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ربنا جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا جل جلاله عم نواله ولا إله غيره إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله الوافع وقرآنك إلهي سبحانه وتعالى كلامك عظيمك أخواني مركب مهر يسأل من رفع ساهي كلانك ولا لهي بل أقول أبنائي انت حتى أي موقتهاك وكل قدر يعني شباب في أبنائي ويهان شيء بابا كل يريهم وحين أغلتها سهدين دليل أنتها دليل آبنا أي فرحسي دليل نقطها خيرك أيو أملك وين يعني وجر إن شاء الله تعالى لمستقبل الإسلام مشايخ ذو إلسوا قارين عمري أهان إذن كنا من نوار مقاشين زمننا وحنا سومري نبدأ يرى أن المسجد كأتكو أرقته أي نادرة لف في نادر مساجد إذا كنت كذا أنا ضيال ولا أي أبديهم ولا أيهم وحن حسوستا الوالد رحمة الله عليه الشيخ حن سوفي بريه دب أنه صحوة الإسلام كنا حوج له أيضا لأن يرد صار له شعطان سيدتي يمد وكتبت آخر سنة يو هذا أنا أذكر لي يروحه سروال جوز أذكر لي يو بركة شيخنا اللي مشايخ ذهور الكوجرين سروال كويت نعباين ما يسج عليه بركة واحد حسوس تاجر قلبها كم ذا نن نبغى منه لي يروحه سروال كبتها ولكن شباب كذا لي يرضى في فيها أنا ayaa safkii hore meeshii isaga ku beegnayd bay soo istaageen in badanna uu ka digi jiray oo wuxuu oran jiray war dhalinyaradiinan surwaalka xidhan geesaha ku tukada iyo xaggaa dambe waliba wuxuu oran jiray imaamku salaada way ka buri kartaa booskiisii haddaad gasho hadhow adigoo bahalka qaba dadka tujinaysa allah yarxamuhu marka waxaan leeyahay waxaan xusuustaa galabtan labadii nin ama laba dhalinyaro ay ahaayeen intuu carooday markuu arkay yuu meeshii yuu riixay xoog u riixay yuri xagga gala wax badan baa la hadal markaasuu safkii odayaal kale iyo dadkii soo geliyey salaaddii adigu waa dhammaatay imankii dhalinyaradii halkaasay iskaga tukadeen markii salaadda laga baxo cashar bay ahayd yaan xaggaa fadhiisanay dambe ayuu ii yeeray ama qur-aan baa wada akhriyayni wuxuu yiri dhalinyaradii igu yar kaale igu waanu yahay aad ba ugu cudur daartay marka ugu cudur daartay wuxuu iga hadlaa waan ku garbaay munaasibi ma ahayd inaan saas marna bay dib ugeli idinku surwaalkaa qaba inaan horta meesha kusoo tukataane laakiin sidaa idin la tacaamulay idin la dhaqmay markaasuu ka hadlay yacni qiimaha uu leeyahay shabaabka muslimka ah ee masjidkii iyo salaadii iyo cibaadadii camalay مركب نعمة من الله عز وجل إخواني المسلم ما هو مسلم أن أسلم نفسه لله ربي جبوا سبيبي إبراهيم عليه السلام يا ربي جيس اتفاق إيه شيس بعد إحمري إبراهيم نبي الله إبراهيم أبونا إبراهيم أو هو من سماكم المسلمين في بعض الأماء إلى هيبة أقوت المامين وهي أبونا إبراهيم أو
كسفه عليه السلام إلهي وحكوية في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إسلام كإسلام الداسي وحكى لها شيء بحق المقاشين ابتلاءها امتحانها الميرم والعدى لقاته إسماعيل عليه السلام مركي دبنا وصولنا لأمر إنه قورعه وقعنتي سيكون قورعه مركي دبئه أنت أسنى إله إلا فيه وذكرنا إسلام قصر واحد سنتين مركي دبئه سو نقط كي ويلكي سو بوضينا نقطه إنه ناكتي سو كفره امتحانات كهاش فرق بضن ومركي بني آذن نمال إلى حنان الأبوة والبنوة العقل قبل كريم وحكو كل فين اتفاقا يشيسك سي ربي يسكده وهو الإسلام مسلم أنبياء يقولون كل إله القرآن كون نبو الشريف كانوا مسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أيضي هذا نخلين إلى هذا النبي يقول وأمرت أن أكون من المسلمين قل وحاترا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلهي إنه مسلم كان لي ونعمة ومعي أعظم نعمة بعد وجودك مرك إلهي وبكري إنه مسلم كان لي ووحد والرب لي قرسان ويعرف الله عز وجل وأكبر نعمة أعظم منا وإلهي كسيه ويا إن أهلت بالنعمة ذا أدواته إن إلهي جل جلاله خلق فربضا أو أبو ري أو مشارق الأرض ومغاربها كنول أو سقو الرزقي أو عنتسي يا عبيد يا جيف يا عنتئ يا لول يا عرئ إن تردن بو سمي وأن عابديني باجرة وأنه كان سمين باجرة وحن حسوس تمر أن رحلة كجري سفر السويدن هي فنلندا حدا هذا دون بانو صارني دون تو إسكدون لكن وقولي وينو لبيه طبعاً طبقة مل بانو كسم أي سنلي هو حبان دور بانو نهاي سلاديه وسلو دو أو مغرب كي عشها يفجر كبا مل قرى الجو إذا تكنا لأن هبين كلن بوا بسد حدا ساعة ضد مغرب ككوي طبعاً قال تكنا عشان الأبية تبانك فجر كنا كود إيا نص أما فضب ساعة برسيدي حمر اليقينين مركا هل كاسان نكتو نبا انتاس نفيرين ايا وانا ايا ايا صلاة دي صبح مركا ينكبح لي ايو نويل وانا في فنلندية نلسوا فلسطين وحو وداعي وي حنو قوي ايا انا ربي قنكو كفرنو وهذا الكيس كبر الله باحترام هي تقدير وإذا قدرنا وإذا وينينا دينتنا والاحترام هي لكن أنا جو حيلة تهي بويري سيدا إلى تهي ما دام إنسان كوي هي كانش وشرف بدن أدونك إن إنسان كو ونن وحكو وحك سيكوين بمجري وسن وحو سن أركين الأخضوعي حايدين كو بني آدم وشرف تاس له إن كده هنا وجه قال لكم دكتان عد كله marka aniga mutarjim ka waxaan ku yiraahdaa ku tiraa nagu wajiga waxaan u dhigayna rabbuna jalla jalaluhu rabbigan muslimiin baan nahay ilaahay baa soo diibnay halkaas marka isagii daaciga ha madcubu noqdayo anagii baa u bilownay darsigii baa u bilownay aadamada ilaahay weynantii si baan u kala hadalnay sheekada dheer baan dhaxmartay marka dambe saada socotaanba ضيق يعليني بيقلان وحكو قسمنا هذا إني قران إنه إله جرو دي مركز أدلة العقلية كلا هذا شو عيالها كويل وحكم إليه دون تنين تلقى صبح كل يوم بالله أركم يسكروا ما يسالها ما يبين لو سنة قالت أوه إيش مركز دون كان كون كان لول كان يعر كان مخلوقات كان بس كسم اسمي هذا مركز تم وحير وأبود باجرته أو ده سواء من دين يسموه وإلهي والله جل جلاله كان وجه لول كود جينه إنه عابدينه إن المسلمين أنها هو الله لا إله إلا هو حكسو قد بكسو قد بوحيري محاد محمد وعابدان وحن محمد معابدان أما إسكو مدباتين وحن إسكو وحد كتلا مترجمك ها أنا قلي نبي محمد إسكو مدبان نهي من حيث البشر
waa bashar anaguna bashar baa nahay shan indhood ma lahayn laba indhood buu lahaa laba lugood buu lahaa laba gacmuu lahaa ilaahay baaba ku yiri ba qul innamaa ana basharun mitlukum oo markaa muxuu na dheer yahay baa nahay anaa kuu sheegayay adigu sow meel kama shaqaysid haa ma mudiir baa tahay mayuu yiri adigii mudiir kama siman tihiin maya oo mudiirkuma shan indhood iyo afar lugood buu leeyahay maya waa mansibka waxaan ku yidhi marka ilaahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mansibkaasuu siiyo oo khayru khalqillaahi buu ka dhigo ashrafu makhluuqaati illaahi buu ka dhigo risaaladuu noogu soo dhiibay laakiin nebi maxamed ma caabudna anagu sala allahu calayhi wasalam adu waa almuhim shee ka dheer bay ahayd yana hadda ila dhaafin waxaan leeyahay ikhwaani baraka allahu fiikum mawduuca laga hadlayo waa mawduuc muhim jiddan muslimkaagan khaasatan inta hadda halka igu badan waa shabaab aan arko ee ii muuqata islaamkaaga اعتزاز ويالو كفرح اوغو وانا قال خير الدنيا والاخره انه الهي اسلامك كو دخغليي اسلام كان ادركيسان مشرق الارض ومغاربها كفافي يا مسلمين تلمانتا ربي قد عبودي رقا فافيي مشرق الارض ومغاربها غارسيي اوود كلا او الهيين مجرو ضعف حاله الضعف باهين وددكاس اصحاب النبي رضي الله عنهم وقتل مامي إن أي أرذيهين أو أي مساكيهين أو أي اللهم إنهم عراة فكسهم اللهم إنهم حفاة فانعلهم اللهم فحملهم إلى آخره وحا أي شرفتا كقارين دين تانا أي كفافين واعتزازهم بالإسلام إسلام كقولك مشهور كأها عن سيدنا عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غير دينه أذلنا الله weligaa taa dhagtaada ha ka dhawaaqdo qalbigana ha kugu jirto meelaan islaamka iyo diintaada aan ahayn haddaad cizo iyo sharaf iyo wanaag iyo nolol wanaagsan ka daydo waad ku hungoomaysaa allah yuwaffiqna wa iyaakum limaa yuxibbu wa yardaa wa jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazallahu sheekh cabdirashiid shaali suufi jazaahu allahu khayran laba daqiiqo saddex daqiiqo ku darsaday muddadaan wax xadiday laakiin intaasaan ku qanacsanna kheyr allah siiyo muu ahay mawduucii oo ilaahay kheyra siiye weli wax inoogu daray na waa inoo jeediyey waqtigiina kheyr allah siiyo waa ilaaliyey ilaahay ha barakeeyo waxaa ku xigi doona insha allahu tacaala oo cunsurka ama mixwirka ku xiga leh doctor cali maxamed saalax xukmu musharakati almuslim fi acyaadi almushrikiin gaalada iyo ciidahooda ka qaybgalkooda uu muslimku ka qaybgalo xukunkeedu muxuu yahay falyatafadal fadiilatuhu mashkuuran ma'juuran والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فضيلة الشيخ أمل ومع سيدنا سودوين تيسا يوجود النير كأه إنك الصوقت يؤيري هدنا رفعا معك قال الله أرنت الدأذة بس أصول مقندون إن شاء الله إنت أين قد أدعين مسألة أي حكم كذا waxaan ognahay qofka muslimka ah waxaa mabda' ah qowluhu jalla wacala walan tarda canka alyahuudu wala nasaaraa xataa tattabica millatahum digniin baa halkaa taa ah inaan la raacin dimnan oo aayadda aakhirkeedana lagu tilmaamay laakiin waxaa la yidhi qolyahaas isagu iyagu halkaa kuma hari doonaa wax alla wixii ay samayn karaan oo ay diinkiina idinkaga saari karaan oo aad kooda ku raaci kartaan bay samayn doonaan waa qodob iyadoo haddana meesha ay taal man tashabbaha biqawmin fa innahu minhum qofkii qola isku ekaysiya ayuu ka tirsay iyadoo ay taal haddana oogyihiin qofkan muslimka ah inuu ku bashqadaysan yahay
aayadan digniinta culus wadata iyo xadiidkan sidan u kulul iyagu og bwaaamarin karaa saa darteed mabda qayaxan maya la soo shirtegin intay yimaadeen lama dhihin ciidan ciida iyo kan ciida laakiin waxaa la isku dayey sistem cusub oo daboolan in caalamka marka la keeno lagana galo gaar ahaan laga gado wadamada muslimiinta ah nidaam waxaa bilowda leeyahay nidaam annidaam oo caalami jadiid oo new world order waxaa la keenay nidaam kale globalization waxaa la keenay nidaam kaloo laleeyahay alukhuwa alinsaaniya waxaa la keenay nidaam kaloo leeyahay interfaith intaba waxaa loo socdaa waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah in loo helo dhuun loo soomayo fakarkeed khaldan ee diinkooda qasi kara saa darteed waxaa la yidhi war ciidahan iyo waxaan oo dhan waxaan ku kala duwannahay innaga ma laha maxaa yeelay idinkuna hal rabbi baad leedihiin innaguna sisaasoo kalaanu leennahay waddadii loo mari lahaa unbaa kala duwan waa meesha ay dhahaan saddex fakar ayaa ugu cadcad markay taaganta adyaanka fakar ina leh inclusivism oo ah wax la leeyahay wixii oo dhan in laysku wado fakarkaa marka wuxuu qabaa in la yidhaahdo hebel aniga diinteedaan haystaa aduguna diintaadaad haysataa ee ma aragtay isna diintiisu haystaa saan u socon hal rabbi baan isugu tegi doonaa fakar kaloo haddana waxaa la keena leeyahay pluralism oo ah adiguna diintaada qaado aniguna taydan qaadana isaguna tiisa ha qaado nin walba rabbi buu leeyahay saddex waddo kala duwan baa lena kadib baa muslimiintu waxay tilmaameen fakarka loo yaqaan exclusivism oo ah aliqtisaariya diiniya war hal waddo iyo hal rabbi baa jira meel kale ha aadin fakarka fakar cad markuu noqdo kadib ayaa waxaa la yidhi dadka kan waxaa keliya wax lagu gelin kara wax kale maaha waxaanu samaynaynaa masaladii iyadoo integrationka ahayd masaladii lagu kicin lahaa societieska aanu markaa bilowno haddaba waxaa munaasib ah maadaama aanu ku jirno waqti christmas ah inaan mawduucan in yar markaa u baxno aanu tilmaamno run ahaantii saad og tihiin wax la leeyahay christmasku iyagu agtooda asarku ma laha maxaa yeele isla dadka waxaa kan u dabaaldegaya ee la imanaya iyaga ku kala duwan haddii nimanka westernka ay aaminsan yihiin 25-ka december habeenka ay soo gelaysay subaxeeda in la dabaaldegayo waxay aaminsan yihiin qolyaha eastern churchiga kaniisadaha sharqiga iyaga waxay aaminsan yihiin inay tahay 6th January bal waxay aaminsan yihiin 30-ka bisha december axadda ugu dhow ayaa marka laga bilaabayaa ilaa marka laga gaa 6-da qolyaha aqbaada ee masar iyaguna degana waxay aaminsan yihiin marka la gaaray 29-ka kehi keeg marka lagu magacaabo waa bisha afaraad ee kalendarkooda oo asalka cidriga laga soo qaatay walidaalika meel loogu soo hagaaga markaa male fakarkan marka asal ahaan wuxuu jiray wathaniyiinta ay yaqiineen nimanka wathaniyiinta ah oo waxaa la caabudi jiray lagu magacaabo god of light ilaaha iftiinka iyo waxaa jiray ilaaha alxasaad ay dhahaan harvestiga tii baa lasoo qaaday innaga marka lainoo keenay waxaa la yidhi waxaa meesha 25-ka december bay ku baqnay in waqtiga halkaa lagu xadeeyana waxay ka timid markii la yidhi nabiyulaahi aadam calayhi salaam iyo xawa waqtigii jannada laga soo bixiyey baa waqtiga ku beegnayd bay dhaheen waa la soo waday fakarka waxaa la yidhi si markaa uu shaac u helo laba arrimood laba shay oo ramsiya ha loo sameeyo shayga koowaad waxaa la yidhi horta geed baa la sameeyey shayga labaadna waxaa la sameeyey oday tiviyada waad ku aragtay soo dhar gudgududan wata oo garcad leh oo dadka laga gadayo geeddan asal ahaan wathaniyiinta iyagu caabudi jiray oo waxay leeyihin waa shajaradii xaggaas waqtigii nabiyulaahi aadam waa lasoo qaaday shajarada marka waxay samayn jireen intay guriga dhigtaan bay waxay dhihi jireen nasiib baa lasoo geli doono sida innaga biyaha ma aragtay biyaha badda guryahan u dhigano kale isha isaga celin jirnay say dhihi jireen tiid mid lamida marka sameeyeen way soo gudubtay haddana waxaa la keenay odaygan santa claus amaba nicholas ama father of christmas adigu magaca doonta c sida wikipediaha ah ninka odaygaasaa la keenay odaygaa marka waa khuraafo aanan jirin waxaase cajiiba mar 1986 shabaka televisioniya amerikiya maray istiftaa ay dadka weydiisay ee 900 waxay qireen inay aaminsayiin odayga inuu jiro odayga marka waxaa leeyahay waa oday ma aragtay hadda sida ay tilmaamayn waxay leeyihin north polkuu degay norway buu degay bay xaggaas meelahan ka dhigo odayga habeenka dadka markay hurdaan ayuu guriga u soo dhacaa isagii islaantiisa masnac bay leeyihiin halkaasay degan yihiin guriga ma aragtay meeshiisa sare halka qiiqa uu ka baxo ayay ku soo dhaadhacaa habeenka dadka hurduu ciyaalkoodna wuxuu keenaa nanac nanacaas buu siiya iyo candles kadibna uu laabtaa
فكر كان لما كان عقلي إسكو شيء ما أركتين له تكنولوجيا نقارن وكذا دعسيم حيالة استفسها الشبكة التلفزيونية الأمريكية هدي بقول كي بس عايش عندك كواوين أي أرن كأي قاسيس كور ولذلك نورث بورك راح لوجي ماذا وحياة عجائب اللوجي ماذا وبمعنى أو بمعنى كمية خرافات فرض إنك حتى صومالي وحنا قاعد أحسن حنا مسنا إن صومالي وحصل أحمران نورث بورك وعرف كوقوي إن جنك أبيه ما يشوفك حين كدبنا هلك على صوت دره وصوت أبوه في سكنه بدني هاي وضد ولا نوجب بدني هين ومساجد كهرباء كده نوجب بدني مرك حداد مقشان مساجد كي ولا يسكت دجال هلا يا بينا محي حق جنب أكون حرام جنك أصلي يوم نبي صوت حدي سؤال شخص نمرك جواب تيد وين بحي طيب وحي مسوا ردي شيء كذا أح بقول كي بس عاشا ضد كان آمي سن وحي لم يتهد شيء كوي كي إنك اللي نجد جري إنك جد جري إن منك خرافات أذكر إن شق عبد القادر الجيلاني يأرد جيسة مريت يا وحيشوف عن الكرامة لي عيري ويا هاي سك لبدن كان وكرامة بدل الأوجادو بل محن عيالنا كديمي كدي كديمي كديمي يا يقان وانو هرجان رك بدن ويقان هجرة كديمي كديمي نيك مريت يا بطنتي وحوق قال جيت هوستيس والأرك كده شعبد القادر الجيلاني كرامة دي سجيب بي إس بهذا نو ملاين يا عيرورا وكوجي الصباح ولا سقط عبد القادر أبي حير أني نمبر كي كديمي كديمت أنا عبد المنضون لا صعب بق شيء هو بودي إيش كركي إذا معرفت ماشى صوف ولا بعدين مريت كي وح وريجو وملك وكد عمرك ويحرم يا مولاي وان كواي صدق بير إيش وفتق سير بير بمعنى عقيدة صاص وكلاء يتن ضد كان إنك جدي واسكمل وحياة هاتوا مرح مرحل بوصام مري كريسماس كو ليسكو ده ضد كان مركز الدين كذا الله يقول هذا ضد كمسلمين مشروع عشوك جدا مشروع وثانية وبلوفيسيا وبحثية وعيادة القصة على السماء تعال مركب حكا صورة تمكو إن وضعنا مسلمين تهدى جيد كأجو أقول عكت بدن لقوله ما جاب شجرة كريسماس لقوله ما جابه وماش وضعنا مدن مسلمين تا قارك من ذا لقيها ماش أقول بدن هبينك يرير إذا يرتو هبينك يسوي جيدا ماش أصل لقيها ولذلك أسئلة ذا أقول بدن ما حنون كدت ككل يسواها كمدي وحنقول بدن أسئلة ذا وكلا شركات بنك شقيا ما دام شركات دعوة حفلات قفصان يسوي حفلات دون أيتها حفلات كوب بين كريسماس ك ما أدي كرا هدي أنا الخمرة أنا نعبيني لكن أنا سكفت يوم مرهاس يوحى ما شاء الله كاني فروت سكاس معوني كرا وعكروا الله كهاد ضلنا هضنا بيشان وحيد بحيان ذاتك وضمدرس جوج حلا سيا قفكي وقد سقرت وقد بسقر أنا يسمح الله هذا مساعدة مباهنة والوصل دري سو ما لدي إله أمر كيس يعني بمعنى نيم الحكومة دين الشيخ ملقى هذا كرا هدي لقاط محاك جبان يعني حكمي تهاي قفك مو منك إنه جاره هار السقوق بيل كيس مال ويروح عن لها عبي لها إنه مركا وهنجر وكراديو شيلن باسم الغب حين يو وحكمي تخطرتي ذي مركا هذا هذا بقول أنا كي ما دام وقتي وحددين هاي ما بنانا شرعا ما بنانا إلا قيب قاتو مناسبات السياسية كلام وعنا آمن سنة هاي إن وقتي يجي شيء قالوا لي شن اللي بعتكن ديسمبر بالا ولا شيء قلادة شرقيين تون يكون بيجيان لحدا جنبر يكون بيجيان أو يجوا حتى يسكون خلاف سيهين إنه ولا ما أمسن. مرك فكر كله قرآن كاشي إن وقت قبوبة على دلين أو حال دلين النبي الله عيسى وقت كلاله وجرى على دلين قرآن كأيات أيدك إتمام يان أو إليه وهز عليك وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الشنقيط في أضواء البيان وحليه أرن كان صورة قلمة حال وحال غيابة إن هيد مركي لو هز إليه بجذع النخلة إن نوع ما كرامة لو لجيدي يعني بمعنى كرامة سيد وادي تحتك سرين لو يرنا كرامة وهاي سيد النبي الله عيسى ولي دبت الوهاي وهلا كرامة وهاي لا سدح الحالات لو جيدة ده الله قلت له ما أردت إن وقر عين إن لو لجيد إن قل إشي يكون قبوس تروح كلا لو لمجيد بدليل بمعنى محيا لي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب محيا وحي لي المفسرين تو فواكه ذا صبح على بشص وقتك سيف كأهنا وحي هلي درتي ما أردت وقتي والبال هلي دري شتهي وبمعنى قبوبها وقتي قبوبها نوحلل يعني بمعنى طاوح المجلسة كرامة قارو ولذلك الراجح وححوق بذن بيلي مركي يسو دران ليريان بحوثة ولذلك قفك الربع فاهم إسا كالبليدي برطانيكا أو ردين إسا إيو إنجيل كودي لوقا إي ميثيو لبدا إنجيل أو ما الله ما قعب لوقا إي ميثيو أما لوقا إي ماثيو ولبدا إنجيل وقف كل وحي ليهن وحن أي دكن إسكو آدينيان سحما بدليل
وعلى سوق النص كقرن لوقا إصحاح اللباد لقب الله بسديد سجال طبعاً كوي تبدي إلا لجارة وحاق قرن أو إليهين يلا راعي ماشي وجوج أرجع وراعني تامرك محنك قادنا نبعد هاد هدي قوسا أو مركا أرجع سمال كوف أفسد أو داجسنا ماشي وجيو يعني معنى ماشي عقار باكدير دوق باكدير نق باكدير سادرت تروح إلى وقت يسوق بيجين وحاس الراجع سي علماء ضايت المامية أما إني سبتم إني ديز نقطة أغسطس أما إني سبتمبر نقطة قال يا هلا جنور اللي حدا إني صح حيد قال يا هلا ديسمبر شن لما تجي إني صح حيد مرة هدي وحنا أنا آني صح حيد ما عمرك بنوقي وعلى إنها مرك النبي الله عيسى نجو نجويه ورسول الله ورسول الله يصادري عليه السلام لا نفرق بين أحد من رسله يعني بمعنى إن أنتصرت من نوي لكن حلا إنها وح كان إن لود بال دجاي النبي صلى الله عليه وسلم تيسو بديرة تنكلم حاضر مال النساء إيسا جابيري لا تضروني كما أطرت النسارة عيسى بن مريم إيسا جابيري مد كلام حام النوجي ألك مركي إن فهمنا هذا كهر مركي أي بالله بتي النبي محمد يوم حلاقة شيء كاركتير يورب مالها إنه جوجن إيات دن ماركي مالها داركتير النبي صلى الله عليه وسلم دين صومالية أو درسي كفدي أدو قيرود عور الشيخ دي لقال النبي جين كورن هذا عيسى كبلاه نقول أننا نعجز كلامي نرجو آه والرب يلو يسكعي لي لكن النبي عيسى عليه السلام إلا يسكعي لي ما ألك أمرك اللي مدام قسوا جو جوين يا بارك الله فيك جزا الله خير دكتور علي وماسين هاي موضوعي يصير تأصيلي كريسماس كا يو كوا روميسن لفتوضين إنسان إسكو مبدأ كروميسنين إسكو وقتنا كروميسنين مركادي كوي وكي يمد بين إسلو قلي أنا حقين شو جناوة فالمركو هري معيدي كنا عيل شوك مركي هشيس معيدي كنا أي معيدي أرجو عبامي حولو عبان مركب الأرض يجوا سوي شيء مركب كذي بنا قال له كريس مركب محان كقبنا موداي كرنا يجوا هسلو سوم الليجين وي مركب دكتور مركب يجي ما نسلم الليجين شرع هذا إنه القرآن يسونا بوعد يسي ومذا مسلم كا دقن مدح بنام بيليهين عقيدة مدح بنام بيليهين عادات مدح بنام بيليهين ومذاك لا إني وحكر هذيان وكشف شفتان وما بهنا رقمك لا إني غرور صدان وما بهنا وككفتنا دين تين وإذا ما يسترن صحي هذا النبي جل صلى الله عليه وسلم وكيف بدلي عيده جاهلي جاها كما في السنن مدينة مركو تجي لما مع الموضوع عيدان بيلها أنشرين صوما جاهلية دي إسلام كهر النبي جوا كبدلي صلى الله عليه وسلم وحوق بدلي لبدا عيدود الرسمي جاء أضحى إيو يفطر جاء مركا عيدا أي بلشدو لهان شرتين لقى بدلو لبا إسلامي أنا لو بدلو محاية المامي سا مسألة عيدوه إنه التوقيف تهي أو إنتي شرعة بنوتش ديسي وحكى السياسة نالقود داري كريم الله يدين بركة إيو قضب كحيقة وحا إسكالي ومكسور وين إياه فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل و درسك عن مسلم كأهين محو حقوق ليه درسك مسلم كأه قرنعي لكن سيدا دا عن مسلمين دا درس لا تهي فرت حقوق ما كقول ليه هذي كقول ليهين حقوق ده سمحيته فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ الفضيلة يا شيخ الشيخية من ما هي معلمة لها جدا ديهم طايت الله قادر انت كدب شاركو نصوص بدن القرآن وإطلاق الساسو أرارتين شارك الله سبحانه فالو والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمامي إلهي كالقين لعابد ووالدك الله إحسان فلا صلى الله عليه وسلم يا له تدكين له سمع فلي يوحى الغدر إنه يهي جارك كيس الدو يا كيس الدو ركسا مدول بين الله صلى الله عليه وسلم مركا مشاق هذا الشارك وقول النقض
أما جوريك شارها كقولا نقضه ماشوا الدورة شارها كقولا نقضه شار كإن له دلالة حنين وذا قرأنا حديث في الصحيحين كقول يا لو النبي قل عليه الصلاة والسلام جبريل كمزولين إنه يغلط الدار ما شار كارن كيس إلى يعني سلور ملوا بالاستحلال دونا أوى شار أوردن أحاديث بدن بدن بان النبي سكناته دجار كورمايسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري صحيح مسلم كوكي يالي أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاري أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بنبي كتلمامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كتلمامي نصوص تواترب ضمت الجار كورمس سعى موقع ورمس مركا اعتماده جار كقالك وحق لي حقوق إن الله ظلمين أف يأدن يعرب يئل يمال مدنا بلغ ظلمين وحق لي هي وحيا بدن الدين تاي كورمس ما دام وقت يقول يري وحتى المام دونه حسن الجار كأما جار ونكسني دو حكم دو كو وحوينا هاي سواء الدين ندقار سيسو وده يهودي للد قال ما يه مركا دقال كو السعودي بو نبي كو حكو يري دقال كي خيبر مركو عالي عيدما ماذا مدح وقرده لن يهدي الله بك رجلا واحدا هل قف تتكو نبي كو كلا دردار ما يهو يهودي محاربة يهودي للد كلا دقال لنسان أيو نبي كو حلاي هل مدين ألا كو هنونيو أي واحد كأجى خير بدن تهاي قال عصعص. تي يهودي كقولة شعر كان كقولة دجال من حال كيس من كم من غنية. دي يهودي كي دجال من يعني قال لي كان شعر كأجى حال كيس من غنية. وحلينا أصليا قفك مسلم كه وقفك سي خير كقيبنا يا. وحوجاركو أدو السمين كرتا إن تصدق سيسو. أدو فقيري ما هي الزكاة دي الزكاة دا مسلم كون بالله سيا لكن صدقة دا مطلقة والله سينكرا وإليه وكا قرآن كنت الماما يا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا تتكي وناك سلامك إلا تلمامي وحل يلي عنا السيانة ويقوديا يا الله قودنا يا يقول عنا دا ولي بتشعل وحان آدوك قوين سقوة أي وحيسين أيام بالليل ويطعمون الطعام على حبه مسكين يا يتيم يا أصير بالليل أصير كأيادوك ورمي سواء محي وقال محارب الله صغر طيدي ما ها أصير مسلم ومرسي جوغي مجرو ونبي عليه الصلاة والسلام سيدان دايما قدتك انت اللي قفتو حبسك الله لقى حبسك قدتك كوحدي جري مجرو أصير كلا جور رما يا وحويان قال دقال لسك جهر يمي ودبتنا لقاي تربطي ولا قبطي هدي قال محارب وأصير نقضي إن طعام كل سين إله القرآن كشافي شار كا قال كا طعام كيسوا كا وليس أي مركات ما دام الحق جارنا من اللي هي صدق مركا وكبر حسابين اللي هي إن وراك القرآن كإلهي كنت المامي سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر مركي هو يدي دو مشركة دي بعد الصلح الحديبية يتمي إلهي وكور رمى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلهي لأي الله إذن كبر ريبيو كوى أن دين تأيدن كلاد دررين بريهن أنا إذا كصارب أن تبرهم وتقسطوا إليه من الله يحب المقسطين إنا أصم فشان أو أد حديري سو نبي قلنا مركا يوشي أكتاي حديري بكويري أفاصيلها مركا ويديسي سؤاشا نبي عليه الصلاة والسلام حريري بويري إذا جاركو دين ولو شيغيا صدقاء يا هدية يا وحونك سوى لصينيا معاملة عام كاوالا ليا لنيا حين نقنا النبي محمد بينو قيري يضي عليه الصلاة والسلام إساقو الدرع عيسي دقالكو ومرهوني هاي عند يهودي إذا هدو جار نقضنا فهو أولى معاملة ضامة تجارية ما
وحليس ويدار سنة ولا لا يعلم هي جار نماذج وحيلة ضيبين لنا مركا أننا جار كاجا عرب كاجا كوني بين وماجن وحكشيجن وحيلة ذي ناد إيش كوني بين إيش ده جار كلام خاوسه خاوسه ده صمت غني شو قام كوار كيني ناد هبله ده ما غور قدت كشوجا ما هو حسي أدمله كأجبته لا يجوز شرعا وحكم إذا إنا اللي دقينين إنا هذا نكتبه دقين وحكم إذا نبو عليه الصلاة والسلام ذنوبته وأوين واكيكوت المامي أن تزني بحليلة جارك جارك هكا إنا تزني إزته وحكم إذا إنا نقعان لغو دبين إذن ظلم دمانتي يوردن إنا جارك الله لا إيمان نبا مهمة وحكم إذا وحي عورد إسائل لأسطره وحلا نمركا حقوق وحيابا سبيسيفيكا شريعة أي غيبتي قفك قال كاين لولاي مادو أمباحرية مثلا سيدي السلامتي وكالينات كغور ريني سلامتي واتي السلام عليكم أها تم فرنشي لكن أمال إنو أيين يدب لدي مونينغ يقوى سيدي السلام اللي ما هي اسكوار ربضو ما في لأيين مشاكل كتشرو لكن سلامتي إسلامي هيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جربوا حق لي هدي ما يدوكر بنتو إن التعزية يسوع لكن تعزية الله ما صعطه أنت قفك مسلم كقولن شرتا أهم ميتين الله هو النحرست يدم جيس الله دافع تاس الله ما صعطه لكن هذا الصبر هالغصية يو خلفي هالغصية يو وناك هلا هلا دبمها إن جارك هذا ودود عين كرتاه لكن هداية هي وحياة بعد دنيا وجهدها تقول عيسو اللي بيكون مجرته والنبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة هو يديه ومشركه ده وكيد عيني لا إله وحنونه أما ريردو صور نبا مركي دين تسجل هوين قبيلة داس إله إيمان ليوني نمن كسوه نمن دب بدنه وحن ربنا إن أذهبارته النبي عليه الصلاة والسلام مهبارنا الله مهدي دوسا واتني بهم بعدي إلهو رير دوس هانوني أويك كاو حلا إن الدعوة أطفى في سنة عدة وحق مضلة واجارك يدتك كن بويسدي ندين تموشك تاردو سوكو شغيس تامو بويسدي وحلا إذا تقول قيد كش غيس سبحة هذا أنتي ولا أنتي أوكي أنتي قواب سواحلي مياه كلمة سبحان برتي سواحلي كان نور ريوان قام نهمك أوكي أنتي قاسي ميا أديك ستة ومسوحك لو شكتا إيه وهي هيدنا الدين وشكتا أديك قرما النبي عليه الصلاة والسلام إلمه رأي يهودي هاي وشقيري محكيات بركي اللي يروح عنه صنعي إنه أطقه ودينه وشيقه هو به إلى ضاطع بالقاسم أو دبتنا السلام لما كنته أو نبي إله يكون مهديه إنه إلهي كان نارك بدبادية إذا ما حكو سوكو بيا إن مدام أختي قوضتك حدي ديري هاي نصوص طعام كهجار كورمي صوردن وحيابها ير إن نصوص تشرعي قريبتي مويا نجار كوسو قليا سواء كان كافرا أو مسلما متكو ضربها هذه حقوق داسي ديرات كيقال ككافقنا آن الله هين وكوغولي يا حسن الجوار دمانتي وحن كو قبا قبين ايا ان واحد سفير كتا ايدادك مسلمين تا دادكو قلبك اقا وحكو چرى مؤوغا لكن دقان كاقا يا مكو اسلام يا نما قدد ايا دادك سادو لدقان تو ايما اسلام نمدكو سو چي ديسا اما ديدين ايسا اذا انشار كاقا هدي انا دبين نبو عليه الصلاة والسلام وحولي جنة مقالو قفك آن وكن بدقل إنشار كيس وبوائق ديس حديث كي مسلم قفك آن والله لا يؤمن والله لا يؤمن حديث كي كلي بخاري واكي بيدا دين إلهي رسول كيس يوكاسي شبيه واك آن وشار كيس لبتيس كن بدقل بيود إذا ما حلنا نجار أما قال هذا مسلم هذا لبتا دورت وينو كن بدقل وظلم الناس ما بنانا خالق الناس بخلق حسن نالك بينو طالة هذا جار نما مركا هلينا حقوق دي جار نما ده ديرات كاها او سما فالكا هبو ليه
waqtigiina mala soddo sekad ma dhaafay halka ku joojiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. جزا الله فضيلة الشيخ مصطفى حاج اسماعيل ودم يستري الموضوع وقت جينا خير الله سيو نو الى لي محمد لينا ان اد او باهنahay انينو دغيسنو رادينو فقه كو سابسن لدقنكا ددكا ان مسلمين تاهين حيل نولشين يومي قهوة يوميا بلن الله هاي وسودح شرنا ووضن الله هاي دل يديجان دولة يوحبذن باين قدر حياة وإحنا واقو كلا دولنا هاي مركب فقه جاسي وفقه آدم مهم أه دت فربذني وحيكرم يسيهين وربادو قال يهاي سماريدو وحيرم يسيهين قال كا مشاتكو أركتب حولي سنة ولا قاتا ada dili kartana wala dilaha isoo gaalada uu kala soconay baynama diinteenu ay gaalada noocyo ka dhigtay ahkaam kala duwan nasiisay aad bu sheekhu ma sayay jazakallahu khayran mihwarkii ugu dambeeyay ayaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo fadilada sheekh maxamed idris ahmed hukm taayish ma gair al muslimin fi itar al masalih al mushtaraka danaha guud ee ka dhaxayn kara gaala iyo muslimiin wada nool danaha guud ee ka dhaxayn kara iyo say ku wadaagi karaan ma wadaagi karaan dana ma ka dhaxayn karaan say ku wadaagi karaan fali tafadhal mashkuran majura alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى اما بعد ولا نولان شهوي تعايش سي ولا نولان كران مصالح الوجود او كدحايس دد مسلمين ايو دد غالا marka uu horeysa marka tacaayush la yiraahdo kelimada carabiga ama af Soomaali la Soomaaliyeeyo la yiraahdo wada noolaansho in la wada noolaado baadiintu qabta dadka qaar baa hooga macna qalada galiyay oo saska qabaha macnaha u qaatay marka laga hadlaayo wada noolaanshaha iyo nabadgelyo wada noolaanshaha iyo wax kale bedelashada in macnaheedu yahay qofku intaanu hadalka soo qaadin inuu diintiisi ama aqoontiisi uu ka tanaasulayo ama qayb kamid ah uu maaragtay baylahinayo oo uu ka tagayo macnuhu saas ma aha macna islaamiya masalih ay wadaagaan dadka bani aadamka guud ahaan ilaahi subxaanahu wa ta'ala asalkoodu waahid ka yahay quraanka kariimka ahna way ku cadahay oo ay wadaagaan baaj quraanka kariimka ah mid walbana qaar garbu u toojihiya sunnaduna waa sidaas oo kale bil mithal hadaan idintil maamo quraan kariimka waxaad wax badan ku arkaysaan ilaahi subxaanahu wa ta'ala marka uu hadalka u jeedinayo dadka iyo ahkaamta ama waanooyinka laba khitaab oo ah ya ayyuha alladhina aamanu iyo ya ayyuha an-naas يا ايها الذين امنوا هذا الكو يقصودا كو الى رميه ايمانك لغا هلي يا ايها الناس مركا لا يراهدنا دمان علم اذن او دم بو كسودا قال يا مسلم سدا سو كره وحد اركيسا قل للمؤمنين يا ومعنى هذو يحي مؤمنين تحكم كاساسيه سدا سدا سو شيء اما واحد اركيسا قولوا للناس بحيث هاي نعم مثلا قولوا للناس حسنا ها هذا الوناكسن ده ذاتك ها مركا تاسوا قضب كلابات معاملك مسلمين تا ايو قالدا لبا نوع بو نوضا
mar waxa weeye meel muslimiintu ay ku badan yihiin gaaladu ku yar yihiin oo gaaladu iyagu la nool yihiin muslimiinta ahkaam bay leedahay mar waxa weeye muslimiinta ayaa yar oo meesha hadda halku dhega yacni muxaadaradu ee ahayd ama nadwadu oo ah alaqaliyaad bale almuslim ahkaam gaar ay leedahay iyaduna waxaa ka badan gaaladii waxaabayaxa yar muslimiintii oo ku dhex nool gaalada mid walbaba xukunkeedu leeyahay mararka qaarkood waxaa dhaca dagaal muslimiinta iyo gaalada dhexdooda ah axkaam buu leeyahay marna nabadgelyo axkaam gaarha bay leedahay kutubta fiqhi waa ay tafsiilaysay wuxuu ma aha sidaa aniga doono ma aha gaalka laftigiisa muslimiinta la nool ama ay wada nool yihiin isaga laftigiisu isku heer ma aha axkaam kala duwan buu leeyahay mar waa xarbi gaal dagaal kala dhaxay oo meedanka aad isu dhufayska isugu jirteen oo meedanku dagaalamaysan oo ila aragtay idinka dhaxayso mar waa mustaamin waa mid adiga ku magan galay mar waa mucaahid waa mid cahdi iyo ballan iyo idinku la jira yaa mar waa dhimmi waa mid muslimiinta ku hoos nool xukunkooda ku hoos nool oo yacni maaragtay axkaam mucayana leh marka isaga laftigiisu sida hadduu sheekhu sheegayay axkaam mucayanaho badan buu leeyahay taasna in la ogaado waay oo halkan laguma tafsiilin karo waxaan rabaa si guud ahaaneed markaa inaanan meelaha sare idinku wareejinay saddex maslaxo baa nagala dhexaysa gaaladaan la noolnahay saddex maslaxo waaweyn ayaa naga dhexaysa tusaalena waan soo qaadi oo waxaan ka soo qaadi kenya oo aan hadda ku noolnahay si aanan hawadaas isagaga hadlin tusaale maydaan ayaan ku imaan saddexda maslaxo midi waxa weeye waa dacwada adigu muslim haddaad tahayba daaci baa tahay ama sheekh ahow ama sheekh ahaan macalin ahow macalin ahaane xaafid qur'aan ahow ha xaafidsanaanin sidaadaba daaci baa tahay waxay kaala dhexaysaa maslaxo qofkaa dacwadii u jeedinayso oo aana isagu muslimka ahayn ama muslimka ahoo aad wax u kabayso ama aan muslimka ahaynoo la rabo inaad hanuunka gaarsiiso oo aad diinta kusoodiinta ku soo hagaajiso idan maslaxa kaala dhexaysa danbaa kaala dhexaysa waana la nooshahay nabiyullaahi nuux daacigii uu u da'weynaa meeqasanuu dacwada waday kun sano oo dhiman ilaa 50 caaman soo maahayn sida qur'aanku inoo sheegay xaggee buu ku noolaa ilaan wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa rumeeyey isaga markii kun sano uu shaqaynayay xagguu ku noolaa ma tuulo gaar ah oo ka go'an mase jasiirad gaar ah oo ka go'an mase keligiis meel uu isagu wax ku beerto oo ku tijaaraysto oo cuntada ku samaysto oo wax kale aanu ku lahayn buu ku noolaa oo go'an mase ummaddaan laftigeedu ku dhex noolaa ummaddaanu ku dhex noolaa rabbi inii dacawtu qowmi leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaayi ilaa firaaran kow dacwa inagala dhexaysa gaalada maslaxada labaadna waa nabadgelyada ilaada laftigaagi si aad dacwadi u hayso nabadgelyadu waa maslaxa idinka dhexaysa meesha aad ku wada nooshihiin in nabadgelyadaada la ilaaliyo midda saddexaad waa maciishadda waxbaad kala bedelanaysaan waxbaad kala iibsanaysaan waa wada nooshihiin deris baatiin sida hadda masala sheekhu noo sheegaya gurigaaga caawa markaas waxaato deriskaaga weeye isagii waa ama waa gaal ama waa muslim marka maciishadan iyo wada shaqaysigan wuu kuu shaqeeyaa waad u shaqaysaa ujra kada qaadataan mar adaa lagaa ijaaranaya mar isagaa kaa ijaaranaya mar adaa ka ijaaranaya mucaamil iyo maciishad iyo wada noolaasho iyo shaqo na waa idinka dhexaysa waa maslaxa mushtaraka waay maslaxa mushtaraka oo idinka dhexaysa waay saddexdaa maslaxona waxaa xukuma mabaadi' baa xukunta islaamku u qararay midda koowaad waa cadaalad icdilu huwa aqrabu litaqwa gaal ha noqdo muslim ha noqdo in allaha yamuru bilcadli cadowgaaga ha ahaado sadiiqaaga ha ahaado cadaalad ka muslim ahaan cadaalad baa kaala dhexaysa ma khiyaani kartid ma dabargooyin kartid ma dhagri kartid cadaalad baa kaala dhexaysa waxaa kaloo kaala dhexaysa akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan hadal wanaagsan ammaano run sidqi ya baa kaala dhexaysa waxaa kaloo kaala dhexaysa oo qodobka saddexaad ahoo mucaamalaadkiina xukumaya xikmad in dacwada aad jeedinayso waa inay xikmad ku dhisnaata udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma kelimad macaan tusaale wanaag hadal xikmaysan
أنت هذا كسو قدبه قصة أيام تلمام يا مرك شيخ جارك وكهل لا هذا سو ما دعوة مصر حدد إني نقرأ دحين سنة قال هذا شيء نسوا مالية أي جوري وحقولها وضن كان كي يميل كملها كل يسوي حد جانا نقال يا عرورتيس نك قال كه وحنا صدي مدكدي من أضيوها هدي وحنا صدي مد عسبتال كجري وحلال يوحو هيستي شقدي سي يوحيسي اختر يوحي كل ما ذن ريركي ويدعد الرودن كردي حتى ويبحين وين مدة سدد بالوضع كردي بحين كل وين ونن عن سوالف قالوا نسوي دول قادنا أي ما دام مدة قري كجري آخر كوضيع ستال مركو صوب حي مدنا الأولى هي كردي معيشة دي وحيالة بدن والديون أهل الأولى هي هو قاعد صدق إنه تولدوا دي لول كي وكي يمشي قبل كيس سكان غضو لول يا رب يا رهان يمشي كل هايام بيروان سوي بين أيها هدي كردي وحقوين كرتو أيها نية وكاسين أيها وشو قيسا رير كينا ماشي وان كرر مقالة أو ماشي أسبان وكل نقونين نسوم عليك وحكويري قريقا يسكتك جنو إلا واقعد وحكاها شو عيد كركو يديني سامي جرتو درس كي جيباتي حقا يقول هذا وامد الله بعده العقتان لبض بقوله كوننا اسكم مصروفته ودناها وقابسوا مدين تسكبي نكو يا يعني وريا جا عدنان قبيل وداجا وحبا وداجا وداجا دين وداجا وريا جا نمحوها حنكوسين هاي يا آخر كنك هو إسلامي رير كيوردن واسو إسلامين أنا وحان أركي يجو مساجد كقروح ذا كم مقتضت كاسي عبادة ده مساجد كان كبحنو شقيستو أسرة يوردن أي مسلم مقاتي يا بس الحد الدعوة ده مركنا قال ده حيسو واتاس درس وناجي نواكاس وحان أنا لك الروان واقع حان كوسو ختم يا ورك ورد ماضي وقت جيه ودن كان كين يا أنا وأدون ككونتون وضن كبدن بان مري أوسو ماري يكون نوشاي كونتون وضن كبدن يوروب مريكان آسيا أوروبا أفريقيا أفريكا ما قرانيسان حان لي وضن كان وضن فريد أهوي في نوعه نوعيس نوعيس أكل وضن مبضن ما اللي جه لأيه ولا أفريكا ولا أوروبا نبي تقول يدي سينا دي لا شتان ومصلحت معيشة هنا إلى ستان ينبي تقولين سير نلشي سير شقدي سنة ومصلحة إذن كوا وذا الذي هنا ملها قالك ليه تلك على مشكلة ما بحنقرنا يا بقول الله بقول الله الصومالية بنقرنا يا أو يجو عج عد وضن كان صوق عليه ما أنت مليونير رأى وضن بركيس وواي دين عيسى كان معيشة بكهل رزاقة بكهل نلول بكهل تعليم بكهل دين بكهل ولا ليال نعمويك إلهي سبحانه وتعالى إن لغو كفر يماها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مرك ولا ليال دول كان سومالي ده هاد جوكتو مغليسا قرنوا كيان أسره دول كان يبكين كل شيء أو كم يدين أصلها نويه قرنوا أي مادين إلهي سبحانه وتعالى وكبر كي عد قرب قليسي أم حوق قليسي مجرته يجب أسيادك يجب مدحك يجب كسعنا هذا نوع حواي ما شاء الله مير أنا قلت دريمه إن قلونا يصول لو جنايو أما الدين لو جنايو أما الدنك لا يتلو جنايو ما شاء سكر إنا ترى هذا مرك ورواق قال ما شاء أكو أرفت بري وهذا مثل حد هذه بربرينا هي دنت هذه بربرنساء وما حد رفت أضع عقعد إنا كعرفته كان وضانا وقال إن أنا مصلحة إذين وذين وأنا فهم قلدنوي فهم قلدنوي كيوته وقال بربري لولك يسجبي وهلك يسجبي وهل موسمي وحاسوا وحصح ما إسلام كوحو قبنا ما مصلحة إن قلد حيث الدينات مصلحة الدنيا وأمني هي معيشة للابد بإن قلد حيثها أنا إلا لأنه مصلحة دعوذاتنا إننا نكسوا بحين إننا نكسوا بحين واجب كيني ما اللي يدين دي دعوه من فين كرتان ما اللي يديني دتك الدين وقوم يجري كرتان ما اللي يدين يجري دولتك كي أنت إن الله هذا شيء ما يدين تري ما دين ما ويجري كرتان عندنا إسلامك
maxaad ku cadaawaynaysaa marka adiga? Indonesia waa 200 million oo muslimiin ah, dagaal laguma furin. Dad idinka idin la midaa baa dacwo ku furay. Dacwadu marka waa maslaxo kaala dhexaysa shacabkan kaala dhexaysa weeye. Haddii cidi diidayso ama dad gaari ay jiraan oo diidan, dad loo idin ka dhexeeyo, ha uga tegin dadkan iyo shacabkan iyo waddankan iyo ummaddan, ha uga tegin. Daaci haddaa tahay, muslim haddaa tahay, dhulka adaa leh, adduunka adaa leh, dacwad ku leedahay meel kaa xiranina ma jirto. Ee waajibkeenna inagu aan ka soo baxno qusuurkeenna yaynaan iyo gaabiskeenna meel kale saarin. Dalkan Kenyana walaalayaal waa iga kelmad caaw, waana ugu talagalay inaan halkan idinka iraahdo ilaashada nabadgelyadiisa, ilaashada maciishadiisa iyo noloshiisa, ilaashada waa maslaxad idinka dan idin gaar ah, maaha qof kale ugu danaynaysaan. Wabillaahi tawfiiq. جزا الله خير، جزا الله فضيلة الشيخ محمد إدريس خير الجزاء. موضوع عاس محانا قال لحي كرا ردد قال وانا لدينا هين ونكون نحن الله إسلامنا الله محانا قال لحي كرا ومصالحة يوتابتي حقيقتنا وحيتاي مرحله كسته يميل والبا فقه جيده الى دهي فقه جيده ادو اين ان سيغنا ديب بدن بان غيسننا اما ددك او غيسننا اما نغ يسو غيسننا حن قدر لها الشيخ هادلكيسي انتان كينيا ودن كان ان جوغنو اينن كوبيلا بنين qaraxyada iyo waxyaalahan dadka ugu badan ee ku dhibaatooday ay muslimiinta yihiin oo 90% dhib uu soo gaaray muslimiintu soo gaaray. Intiina ku bilaabanin dacwada dalkan ka socotay iyo dadka soo islaamaya iyo maraakiista loo sameeyey iyo dadka 3 biloodba laga saarayo koorasyada laga saarayo waa mid cabsi gelisay kaniisadaha waddanka oo ay yidhaahdeen meesha lagu gaadho 2030 Kenya waxay noqon doonaan majority muslima, mayna qarinin. Sababtuna waxay ahayd sidii loo soo islaamayay barnaamijkii. Waxaa ku dhacay hadda isbeddel weyn, waxaana keenay tasarrufaadkii aan waxba soo kordhinin ee fudaydkii tayshka iyo fiqi xumada ku salaysnaa oo ay ku kaceen dad innaga inagu abtirsada. Waxaa timid maraakiistii dadka wax lagu baray soo islaamaya in la wada xidho. Waxaa timid in warbaahintu ay u isticmaasho dhacdooyinkii dhacay in islaamka lagu shaabadeeyo, bitaali dadkii soo islaamayay ay dib u gurtaan, ay yaraato dadka soo islaamaya. Waxaad garan kartaa marka ammaanku iyo amnigu marar fara badan xagga dacwada iyo faafinta diinta waa kaga fiican yahay marar fara badan dagaalka waa kaga fiican yahay. Waxaadna ku garan kartaan 2 sano ee heshiiskii Xudaybiya dadka ku soo islaamay iyo 7 sano ee ka horreysay, waxaan dhihi lahaa 6 sano ee ka horreysay iyo sanadihii Makaba markii la isku daro waxaa badnayd muddadii heshiiskii Xudaybiya dadku soo islaamay. Marka waa sax, islaamku maslaxo markuu ka guurayo wuxuu uga guuraa maslaxo ka weyn. Maslaxo intuu ka guuro dhib ugama guuro. Arrintaasi marka waa arrin muhiima. Waa masaa'isha loo baahan yahay fiqihan inay noo bisishaa oo inaan dhibaato inagu aynaan isu geysanin. Jazakumullahu khayran. Culimada mar kale waa mahadsan yihiin. Su'aalo yar bay soo gaaray oo aan doonayaa insha Allahu ta'ala inaan culimada weydiino.
دكتور روحان كوب اللوية دكتور علي سلدي مكاه الله سؤال باكتي ميد أولا ليه هاي وطن كان روحان كوب بضان مركي أي قالضو بلنتان dadkii asxaabtooda ahaa iyo dariska iyo waxay weydiistaan kaalmo dhaqaale oo ay aaska ku sameystaan marka dhaqaalahaas aaska ay ku sameynayaan aniga oo muslima ma bixin karaa aniga oo shaqaale islaamnahay saaxiibnahay ma bixin karaa shaqo yaani shaqada aanu wada joogno saaxiibnimada saasan ka wada dhaqaalaha ma ka qayb qaadan karaa ma bixin karaa waxaan ugu dari lahaa doktorka oo ay muhiim tahay inuu ogaado halkan waxa ka dhacay dhaqaalaha la ururiyo keliya aas keliya looguma talagale aaskooda waxaa ka dhaca icraaf iyo dhaqamo iyo muddo in la fadhiyo iyo in khamro la cabo reerka xoolahooda in cagta la mariyo oo wixii uu ka tagay oo dhan la wada cuno marka meeshaasi waxaa ka jira qaab aas ay sameeyaan oo laga yaabo ruuxa wadanka aan joogin inuusan tasawurin marka lacag ma kaga qayb qaadan karaa gacan ma ka geysan karaa falee tafadal mashkuur bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah su'aashii sheekh soo dhaafta baa hayn meesha isaga degan wadanka waa suu tasawuriyey لكن waxa ay qabanay marti email wal watan marka waxa iskaga geysanay insha Allah laba shay aan kala saarno mas'alada asalkeeda marka culimadu ay fasireen ba'atha Allah waraban yabhath fi al-ard li yuriyahu kayfa yabali sab'ata akhihi qala ya waylata a'jazt an akuna mithla hadha al-warab fa awari sab'ata akhihi fa asbaha min an-nadimin من أجل ذلك من كل إشتاري ومس أمالك له لما ترسير بيالا مساء مالك الله مريم رايفو قهر يشوي ديان قفك قالك انتين إن لحرار إلا كفانيو شرعا بنيها مساء الله سأل أنا مصور اسم قدلت إن جمهور الفقهاء الركحوم أركان إن لحرار ولا كفانيو ودقو هو معك رواية درس طبعا أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام محمد رواية إن كستو الإمام مالك وخلافسي وحين أصل وعلي حديثي علي بن أبي طالب الإمام أبو داود البيهقي الإمريني إن عمك الشيخ الضال قد مات علي بن أبي طالب به وكوضة يا بنتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم بيري هذا الصحابة واحنا كلام عصبين وصلاتي في دوات بيو المايرو وحديث كما قال قاتكو ان البنانتا هدي بفقد اللي قلنا هدي لوايو قف قف كحبالة اما كفني اما شديد الكامر كحن تقال ان مسألة كلو اه هدي قف كان اوبا هن ان دعمي لسيو لتاقيرو سوا حبالة ميتكاس وحب بحكا الان يجرم ميتك الماشو اسكيال كفني نيسال يجرم عند ما يسأل يجرين إن بنانته إلا لي من المحايرة قواعد أصول الله كل وحاها وحي أنا الواجب هدان هذا ما يستمر إلا به هدان المندوب ما يستمر إلا به هدان إلا حد من إلا به بحيث الحكم كده إن يقعد الناس لكن تصوير كشيخ هذا وشيء وأه إن وح الله صعد أنا هاي من بلا كفنين يا إي والله ما يري أكلي إن أنا هاي لكن الله صعد waxa la rabaa in marka maqaal laga dulfurto iyo hawlo kale taa hadii ay tahay munkar kaana oo mutayaqqan indaku yahay taa ma banaana bi ay xaal min al hawal mas'aladu way cadda maxayel waxaan noqonay saaq munkar daamiyay laakiin ninka kan waxa la yahay malah meesh iska yahay oo dhintay asalka waxa waa bin aadam kii la xabaalay meesh la waga tagayno billahi tawfiq سؤال بان قلمضة ويدينينا كدبنا فرق واحدنا إن شاء الله تعالى صلاة العشاء نشوفنا مركة الشيخ عبد الرشيد نقص وحدي دونا إن شاء الله وينو دعين دونا دعين بدون المصرحة صدي
inta ka horeysa maxaa idiriis hal su-aal baan ku wajihi sheekh mustafana hal su-aal. Sheekh maxamed idriis, waxaan ku wajahayaa su-aal ka timid gabdhaha oo cabasho ah. Waxay leeyihiin gabdhaha muslimka ah ragga muslimiintiihi way ku ciyaaraan soomaalida waxay ku dareen ragga hala wacdiyo culimooy ragga wacdiya raggii gabdhaha waa ku ciyaareen. Sheekh maxamed waxaa su-aasha ugu dooray waxoogaa khabiir buu ku yaryahay dhankaasaga. Marka waxaa leeyahay faldafad mashkuura kelimatayn ha ka yidhaahdo cabashada gabdhaha ka timid. Naam. الحمد لله. سيقول هانت بسؤاشه يعني اللي لو ويديه اوه ربو صوماليا قبلها ويكو عياران مركا انت اصبحا خسي دريا انو قبلها سؤاشه دو اني قرتها هاي يقينسا طبعا اطلاقا لا اطلاقيه اولا يراهضه ركا صوماليا gabdhaha way ku ciyaaraan ilaaqaasu ma fiicna, waayo yani adabta uu na baro qur-aanka iyo sunnadu ayna barayaan waxa weeye wax walbaba xataa gaaladiibuu ilaahay soo kala reebaa ya minhum ummatun muqtasidatun ya wa kathiirun minhum faasiquun laysuu sawaan min ahli lkitaabi ya ummatun qaa'imatun يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يعني إطلاق ما فينا لكن وحن كرع سنة هاي هدي أرن الله هيد أرن الله هيد النمام بدن أو صوماليات إن بدن أو كم ذي هي قبلها ويكو عياران أرن كاسو على وافقينا واصحوية وحبدن باكتشرة إنت أنا وكل أنك أجهي هنقطو دين عجورك مركو بلابنيو oo si fudud gabdhaha lagu qaato ama lagu khiyaamo ama looga baxo arrinta dumarkuna sidaan ognahay waa yacni ducafo waaye asal ahaan daciif waaye yacni waxay dhahaan dacfigooda culimmadu waa daati xataa yacni nebigu calayhi salatu wasalaam markii uu ducafada ka hadlay ducafada markuu hadlay raggoo dhammi daciif maaha ragga qaar baa daciifa ilmaha yaroo kale iyo sheekha da-da ah oo weynaaday oo daciifka noqday laakiin dumarka iyagoo dhan asheikh waatifl iyo waxaa la israacsiya wanisa iyaga lama kala reebin mid yar iyo mid weyn dacfi waa iska daati marka saas darteed khiyaanadu way ku badan tahay xagga raggay u badan tahay inkastoo ay jiraan dumarkana gabdhahaasna usheegay kuwa iyaguna bahaldilaa ah oo rag badan xiniyaa gooya way jiraan laakiin waa kala yar yihiin anugu intii aan qiyaasta hee qiyaastayda xagga ragga u badan tahay aqlaba libin lubis naam xadiiskii uu sheekhu sheegay marka way jiraan qaar ma aragtay sidaasa cumuuman waxaan leenahay si guud ahaaneed waxaan odhanayaa gabdhaha waa gartooda cabasho badani way jirtaa guryihii aad baa looga cabanayaa waxaan u dardaarmayaa rag gabdhaha inaynu u turno markaynu guursanayno aynu u turno oo si wanaagsan aynu u daryeelno oo aan wanaag ku guursanno haddii aan lahayn karina wanaaga lagu sii daayo waana sidii eebbena amray ilaahay subxaanah wa tacaala jamiic aayaati lqur-aanka ka hadlayso dumara caashiruuhunna bilmacruuf amsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf idaa talaqtum annisaa فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم وصيادوا مر والبا وحي بدنتها حق الرقه لانه ظلمك حقود كبدين ما اركيزيد يدو وح بدن لليهي دمرك نمنك نمنك ما ارت اتقوا الله في الرجال اتقوا الله في الرجال ما بدنا لكن حق الرقه كو بدنتها ايضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون او فقد ظلم نفسه مركا waxaan leeyahay gabdhaha inu u turno waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar
وقبلها يعني جعلنا وقبل داني إن مركب قبلها لوتر آدي آدها لوتر معروفة لوجور سدو يا لخيام هذه هي أنفع لنا هذول من أو معلقها كدين معلقة أضف ربضا تدروها كالمعلقة إلهنا سبحانه وتعالى قرآنك وكوشا مايا أعلق وحابضا كفوري ماي أرد عرق صواليف والشيخ الكفوري لها نحن مشايخنا وإلوغينا ركبضا وحاجرة تهديد وتماضا ماذا يغفر كلا ما قدر أبو إلي شاعر ما يغفر كرتا حاسكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مركا ويبضان تأيداد كنويمة انتو ظلم السمايو أو قبان لي معلقة كديو وأنو عشرانا كلهاين ما عرفنا كلهاين إسكن مقيا هذو دونه وهويني كلي إسكن جورسده يسمو بوية ذي وحرة وهل كائن تبع ذمرك صورة عريا ودواء لا يجمعنا فريق يا يقفر كرا يا أنا متبان مر مريكن كجلسوا هاللي سلانتي كده عويني صوت طبعا صنع يكلم مقيهين جاز عمري سقوعي سلانتي زي مشكلة جيفا وضن كيبو جوجا يا تلاهم خلاص مين مثلاً أنتم حيل محيل لقوا قنطاي محيل محيل حرب طبعا بدأ داني حرب تافورين يا ورد داني الحك هاجن أما هربتوا أما يه ربن قف وين ويه أما هوينا تأميه وين الحق بيقول هذا هذا هو إذا كده حي حرقي إذا كده حي هذا هو يستطاع هذا المعركتي هذا النقاني ما هي يا فرقة عد إذا فرقة تامجرت أنا قوم فرين ما لا فرنا مجرت مرقوا عن كوير شرعي كوجو حري أيك أفرية كاسو كل الإنسان لوجو جوابه وي 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 مضانتا مرك إن شاء الله تعالى عموما وحليها هي قبلها الله ترى وأنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ويري استوصوا بالنساء خيرا أنا وأنتي ما ندري خصوصنا يا وبالله توفي جزاك الله خير شيخ محمد سؤال شا قدام بيسك وجبه كهر سؤال صان غنقطة هرينا لوجه الله شيخ مصطفى لو تشيدين يا ولا صوب مقعبي وحنا الله صوب مقعبي بعد مش كشرته مسايشان وكه الله مركا وذاده هلا ويكللي وهي دمر يو إسلام يو حافظة يو خص عبد الشمس حاوي دريس هلا أحد وهي مسائل علمية يو عصرية يو دين تي يسوع فجنت على واحد إسكله شيخ مصطفى إسكله وحي قرآن يهوله سنة وحي اسكاله شعب ترشيد باسكال الله يبارك فيك دكتوركم يساقو انت وحرم الله يا ينو قيب كله يا هاي الله يدين بركة يا شيخنا بسلادة ما بسلادة اسكا صنع مغتشي وحي ليه وحي سائل كينو قرآن كا وحو الشيخ عدول كينو في تسين يا هاي قول ياهن وحو هاي فلق علوم تفلق وحي الشيخان ينو دول كو wareegsan yahay ama kubad yahay marka la quraanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo iyaguna waxay leeyahay dhulku waa socdaa marka maxaa say soo waafaqaysa si kooban yaan uga rajaynayaa insha Allah taala sheekh inuu jawaabo insha Allah khair bismillah dulku waa fitsan yi wana kurow labadaba way u fitsan yi dawayn ka arka wa like a paul waliba waxay dhaadaan wa sida beed ko kale en inu sida yahay waa masala iska fudud wa ya dayurada maanta galbeedka u duusha bariga kaaga imanaysa deen xaqaa u duulo bariga inuu soo geli karna en waana mas'ala mushaahada hadda yani ma aha mas'alo baahan adilada cilmiga hayd la baari jiray ayaa waa mas'ala mushaahada yani wax la isweydiinay dayax jaamacadkii la saaray inaankii muslimiinta ahaa en culimada muslimiinta la isugu yeeray markaan nimar muslimiina raaciya afriyalla tan ka saacadood 16 jeer bay dhulka ku soo wareegayaan
markaa say u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayeen. saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya. markaa saacad iyo badhkaa mashantii salaadood baa la tukanayaa, mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa, waayo ninkana 16 jeer dhulka ku soo wareegayaa. waxaan uga dan leeyahay markaa dee waa masale mushaahada, waana waxyaabahay culammada muslimiintii waagii hore taqriiriyeen. waxaan filayaa qarni saabic aw saadis أن عند العلماء المسلمين وحي هاي المسائل كعام كان مرق وكتشرين إلا وذا الرميسين وامرك إنه كرة وين وضع كهذا واتشر عن الضوضي الرويم كالقصة وقراء وبسايد يدي مالها كان ورق دان لي أي وحي هاي الرس الصويران وقلب ير وعبعيد ير وعلك المرأي سوى صام سوى طوع لكن بحيو بضان تيناني صحيح تسوى مسألة الكوان talaba maxay sheekh ilaahay bay socodka iyo taagnida yow soconaya waliba dhow socod kale nooc soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysantaa xagaa iyo jiilaal iyo guu iyo waxa kan socodka qaarkiina waa waxa habeeniya maalinta ku samaysantaa aniga on its access inu ku wareega waa waxa keena habeen iyo maalinta yukawiru layla cala nahaar baa ilaahay tilmaamaya takwiir kaba taqaana takwiir alimaama waa sidaa sheekhu inu kuu duubay amrad camada saa u duubto ilaahay wuxuu leeyahay habeenka iyo maalinta isku duuba subxaana waa isku duuban yihi waayo habeenku markuu sii baxay maalinta soo galaysa xagga kalena maalintii baa ka sii baxaysa habeenkaa soo galaya waa takwiir takwiirkuna wuxuu ku yimaadaa bay leeyihiin wareega dhulka wareega cala kulli xaal masaa'il aynu hadda waqti badan u hayno dilladeeda cilmiga ama nusuusta culimmadu daliishato laakiin waxaan leenahay un culimmada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiisan labada masalabada way sugayaan wallahu aclam. جزاك الله خير شيخ مصطفى حمر لي ان هذيك كرودين وركان وادي 18 دقيقه سينه ما صعب ان شوقناد يا وادي بوغدين مركا ان 18 دقيقه لكن هذو اي كرودين جزاك الله خيرا جو جودي بان شوقنا شيخنا الفاضل شيخ عبد الرشيد الشعلي الصوفي ايا ان شاء الله تعالى كلمته اوو دنبايسا ان كو غبغبينينا sheekhana meeshan waxa yaalla ducooyin fara badan oo la soo dalbanayo dad xanuunsanaya leh maxuu ahaay caruur waxooga waalidku madax adaygtay oo caasiyooday dad dhibaatooyin kale haystaan ducaa guud iyo mid khaasaba insha allah tacaala inaad u ducayso ummaduna aamiin u tirahdo insha allah tacaala qodob waa qodobkaas qodobka labaad kelima khitaamiyan rabaa sheekh inuu siiyo wixii u muuqda oo uu munaasib u arko inuu ku xidho fadhiga oo towjiihada haday u muuqdaan iyadana insha allah tacaala waqti baan siinaynaa marka ugu dambeysana waxaa la codsanayaa bacdu alaayaatil quraaniya waaba ina tujiyo maghribkii una tujiyo cishaana insha allah wayna tujin iyadana haduu sheekhu munaasib u arko iyo siinaynaa insha allah tacaala falyatafadal mashkuuran maajuuran biidhnillah. arrintii sheekh mustafa hadda uu ka hadlayay baan ka daba tegayaa ma oranaya aan qiso yaro iga soo martay idin sheegaya oo qul siiruu fi lardi ku saabsan qul siiruu fi lardi qisweyn badan badna kulmaysaa new zealand meel leedaha adduunka meesha ugu dambaysa xagga qorax ka soo baxa ayaanu u duulaanay koox reer qadara oo xagga khuruuj ku baxay marka 5:20 usugeyn bay diyaaradiina sii waday meesha arrintaadii sheegay iga dhacday 5:20 qatar ilaa yaa New Zealand dhexdeeda diyaarada sii fuulay markeen usugeynay 5:20 jihada aan u soconay
وجهة المشرق وقرح كسو بحر ودياردو دو سعود قولي أنا وفردنا لنقو عزومي با وحيا لي مجسم كان أما كرادا أما بنوري قصو ورنقاردها سوميدا نفك أيا هرتين لي لي نندوقها الله نحريستي أسلم رئيس بادينا إسكاها لكن أغاس كحقا كأها وددكينا لسعودية آيا إسكاها بلي وحويري أشهد أن الله صدق وأن الذي وضع هذا كذب الله يقول والأرض بعد ذلك دحاها وهذا يجعل الأرض كرة ما فاندي أنا كم رخاتك يا إلهي صادق وي كان وبينال بحال كان سبي يقول كي كرة كذبي بركة هذا الكيبان قصده وحان لي أبو عبد الله الرجل يا أبو عبد الله أدو إن هذا رميس يقول كان إنه كرية إنه سنحين إنه وريجي إنه سوريجي وحبكم مصدر صارنا يوم القيامة إله كويدين مال حال دول كان إنه كروي وبنوري وي محاد ورنوي إله ما كل هاي إن شاء الله لكن وحلاقة يا بس سؤال إني كتي معده إنه إله كويداه هذا إيه أنا هذا الكيجة هذا سكر ودودي والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها مركا هاي سكهر كيني بعدي كلام الله يوحى هذا مشاهد كي دتكو أركيا تلما أنا هم بمركو حارر هذا ماشين أنجوجنو عاصمة ده كان من أوكلاند بليرة ديارة بالغرة يوضع الله سعود أمريكا ديارة هذا نشوف وديشان إلا بعد تنسى عدد بيسوس عطي أو حقيقي سوس عطي بري يقرع كسبة طيب هذا ده معناه إن تكنولوجيا أنجليس أو كله يوم لولك غربي أمريكا كحق قرع وبحر قرع ودع دين عذاء هذا ده معناه إن تكنولوجيا هل كان تاجن وديارة دي هل كان نجا قاضو معناها فليت أما دوليتان وحسمينيناش كنت نساعده لأن قدر إلى لوس أنجلس نواشان إلى غاتن ساعده تقريبا مركب كنت نساعده دي شو قينت هذا أيام مشا كسوى بحيس دان غربي قل راح أسعى النق مركب حد هل كانت ديارة كالراعي سأكله سيديت ساعده كليه كسي وذيسا لوس أنجلس باب الجوكتاب كان يعني سرعنا هذا دوليس دخي ويا هذا أردت هي ما مرّب وها مرّب يعني حتى كأن كان أنا سرعان هل كان أنا كبح دي أرد من راعينا شني إلا بعدين كساعدوا نسون كير وها مرّب يعني شديد ساعدوا شغال ساعدوا لو سون جلس بابنا تاجنا مركو أرين إسكب في هذا وها ورك كسو قبل قبيني أمورها إيشكو مشغولين تود هن كده تخصص كده أمور تاريخ أدلة ده بارية وأهلا وسهلا والأبهين لكن وح مشاهدة هو لأركو أو تقدم الأمر على الجدال يعني ما أنت على قدوه إن ولي ليش يكون مشغوليو وحكفي عن إن وحي مهمة ليش يكون مشغوليو وحنشو دردار معنا خير ماشان سيدا شيء لأن يرى أبداً لأن يرى أنا هو مرحلة شبابية ومرحلة يعني مرحلة أمور مهمة سن أتخير ولا أتكو كسبا كرتان أنت هنا هذا أضياش نقول نبيض والمحلين هاي هادو زمن كديم نوع علين لها سيدا ما أنا هالين أنا لا سيدا وحكفي عن الله بني والبيس ليه وحب بدن أو كاتري بعد سلة هذا هيدا نيار النمادي ويكوف عنا الله هيد مركا نيار تهين هذا شاب النشأ في عبادة الله نقض وابتهين وحن سجارة إن كدر دارم يا قرآن كإلهي إن أتقع أنت من أتقوق بستان قرآن كإلهي قفك كدر داله برته إن شاء الله كعمل فلا من أهل القرآن النقض عزة يشرف في الدنيا والآخرة بإلهي سينية لأن قرآن كإلهي وح ولم يذ أوح مجهو كلام الله تعالى فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق قرآنكم ميل لموذا أما قرآنكم ميل لم درسوا إلا هو شرفا أفضل البقاع ما كم حيو نقطة قرآنك كسودجي أفضل خلق الله رسولكم حيو نقطة لأنه قرآنك بإلى قلبي كسودجي بلا هتن وبركيسا ورمضان لأن قرآنك كسودجي هبينك ليلة القدر محي ليلها كهبين ذكر كغفض بالنات قرآنك إله كسودجي وهل مجرن باب كاسورن أديونا ذاتك قوة قفي عما نقول إيسا هذا القرآن كإلهي لدرسه انتنا ما شفر إذا صدحهم بيننا هاي حفاظ وانا يهو بذيهم ما شاء الله بارك الله فيكم أدوا ذي قفر أحسن هاي لك حفاظ القرآن كحفظي وذيبا ما شاء الله مستوى هذا أن أركي وآذي يعجب لي وقراءاتك يلا سيقود بي ما شاء الله بانا لكل مي مركا قلوين كإيقا أن الحمد لله أنه يربع القرآن كحفظي عد كسر القرآن كحفظي سن
aafada ugu weyne maantana soo food saartay waa tadyiicu lwirdi, wirdiga oo layska lumiyo, oo qur-aanka aadan waqti mucayana aadan siinin qolka marka ay kuu sahlanaato inay noqoto. Halkaa waxaa ka dhacaya in ay bil kugu soo wareegto adoo xaafida oodan qur-aankii aadan dhammaynin. Waa jariima kubra fii xaqikanta, marka la yidhaaha jariimo weyn bay kugu tahay, sababtoo ah nicmada ilaahay ku siiyey og tahayna nebigu sal allahu calayhi wasalam si gaara inuu ugu dardaarmay tacaahadu hada alqur'aan. Haddii aad tidhaaha waqtigii aan kansho u helo, aan firaaqo u helo, ama alaabtan hadda lanagu ibtileeyey facebook iyo whatsapp iyo maaragtay igalaxy iyo ibad iyo shaydaan oo dhan baan kaga mashquulayaa kitaabu rabbi alcaalamiin, waxaa weeye dayacta nicmat allaahi waana xaqirtay. Marka xufaad alqur'aan wardi aan samaysanno usbuuc inaad ku dhammaysaa fariidnimo fiican ah oo aada u wanaagsan. Haddii aad toban cisho saddex juz waa sida hadda ay dardaarmayaan dadka ahlufaniga ah, ninka xaafidka ah saddex juz inuunu ka yaraanin. Waqti kale haddaad weydo waqtigaaga raaxada iyo hurdada uga go, weliba inaad haddii haddaad qur-aanka xaafid tahay qiyaamu leylka tukataa lagaa rabaa. Waxaa ku xiga qeybta labaad oo ah qeybta qur-aanka baranaysa ee hadda ku jirta, iyagana waxaa laga doonayaa dadaal inay la yimaadaan. su'aal badan oo soo noqnoqota sida ugu sahlan, dariiqada ugu sahlan ee xifda qur-aan waa takraar, waa ku celcelin. alwaalid sheekh cali suufi raximah ullah hadalladiisa waxaa ka mid a oran jiray suuratu lfaatixa suuradaha kale kama jilicsana, suuradaha kaleo bay la mid tahay. maxaan qofku u gafaynin xataa hadduu qalbigiisu maqan yahay, lianna carabka xifdiyey kathratu takraar. marka markaad xifdinayso atnaa alxifd ha keliya ha ictimaadina ha cuskanin maskaxdaada iyo dihniga aayadana ku xigta ee ku celceli in badan 34 goor, ku celceli safxada intii aad doonto intaasoo dhan. taas ha kuu sahlaysa in aad qur-aanka aad xifdiso. qeybta saddexaad oo inaga midana waa nin iska maaragtay mashquula ama caamat almuslimiin qur-aanka ma iska daynaysa maya, waa inaad saaxiib la yeelato, inaad qur-aanka wardi ka yeelato. maalintii hal juz iska akhri, bishii hal mar qur-aanka dhammee. waxaad haddaad akhriyi karto waa hagaag, haddaadan akhriyi karin oo uu ku dhibayana horta waa inaad barataa. oo qur-aanka barashadiisu waa muhim jiddan, laakiin haddii aad si kale uga mashquusho wardiga ha ka tegin oo maalin kasta in aad juz akhrido. haddaadan akhriyi karin dhegayso, waa kan oo qur-aankii waa la wada duubay oo culimmo badanoo qur-aanka duubtay ayaa jirta. anigaygaas xataa waa laga yaabaa inaad tasjiilaadka aad maqasheen, inkastoo xabsi ugu yarayd, laakiin beryahan hadda xabsana hore u duubnaa. haddana mid oo qasr almufasil aan duubnay mar dhow insha allah lasoo gaari doona. almuhim dhegayso oo sidaas uga dhigo dardaarankaas qur-aankaan isu dardaarmaynaaba hadalkayga kusoo khatimaya. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا. هب لنا من لدنك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولا نافية صلاح إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وحد صفوف المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ذل الشرك والمشركين. اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم افتح باب الهداية للخلق أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ أهل هذه البلاد يا رب العالمين، ويسر لهم أمورهم. اللهم اجعلهم سببا لهداية غيرهم، ولا تجعل غيرهم سببا لغوايتهم يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. دعاء الله نغا اقبلوا والدين تينا له دم دافو نغا الله نود دم دافو انت بكت الله عافيو تحنو كشيغت اله وحن كبرينا جاهلنا هذا ان اله كبرينا وحك ما غرنين مسلمين وانا مسافرين وانا اله دعاء الله نغا اقبلوا اله يوقف كسو بك عافي وقف كسو لغا بكنا اله عافي muraadkeenna kulligeen allah na wada siiyo oo ilaahay ralli ka yahay wixii dayn qaba ilaahay daynta allaha ka fujiyo qof kastoo muslim oo qurbaysan qurbada allaha ka faydo inteenainteena soomaalida fara badan ee waddanka jooga allah xifdiyo allah idin wada xifdiyo allah idin wada xifdiyo ilaahay idin ka dhigo waddankan kuwa iyagu sabab u noqda inay wada hanuunaan allah idin ka dhigo ducaatan ila allahi wa ilaa rasuulillahi allah idin ka dhigo
wadankeenni asalka ahaa ilaahay noo hagaajiyo colaadda iyo rafaadka iyo dhibaatada allah ka dulqaado wanaagiyo barwaaqiyo isjacayl iyo kalgacayl iyo maxabba allaha dhigo innahu waliyu dalika walqaadiru calayh muslimiinta oo dhan fii mashaariqi alardi wamagaaribiha dhib bay ku jiraan dhibka allah ka faydo dhibka allah ka faydo dariiqii uu nusrayn lahaa oo ugu gargaari lahaa oo majdiga iyo sharafta ugu soo celin lahaa allah waafajiyo allah waafajiyo innahu waliyu dalika walqaadiru calayhi inta bugta allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariisto kulligeenna allah noo dambi dhaafo markaskan iyo inta joogta ikhwaanka allah wada xifdiyo kulligood baaraka allahu fiikum wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.